السلام عليكم. اليوم نروح نشوف ملعب عنابة بعد يعني المقابلة الأخيرة، ويعني كذلك بعد ما تم هطول أمطار غزيرة يعني لمدة طويلة، يعني أكثر من 3 ساعات متتالية على أي أرضية الميدان، ظهر أن الأرضية لم تتأثر بتاتا من الأمطار، وهذا يعني يعطينا تجربة مهمة جدا في المستقبل، حيث أنه الملعب هذا يعد يعني أفضل أرضية من بين كل الملاعب نتاع الشام، وكذلك يعتبر واحد من أفضل الأرضيات اللي تم يعني إنشاؤها في أفريقيا. إذن وهذا هو العشب الهجين اللي الآن بعد ما درت يعني دراسة عليه، لقيت بأنه أغلب الملاعب في أوروبا راهي تدير في العشب الهجين، وكذلك بالنسبة لبطولة البريمير ليج في بريطانيا فهي تستعمل كل الملاعب تاعها تستعمل الأرض الهجين في إذن بريطانيا، وهذا أمر جيد خديناه من تجربة. وللعلم أنه العشب الطبيعي اللي راه مستعمل في الملاعب الأخرى هو من نوع الأير فايبر، ما يسمى بالأير فايبر، وهو في الحقيقة مرش طبيعي 100%، لأنه الأرضية هي ماهيش أرضية تربة طبيعية، الأرضية خليط من التراب ورمل يعني رمل رقيق، وكذلك فيه ألياف و دي ماتيير سينتيتيك، يعني مادة مركبة تخلط بالتراب والرمل باش تكون يعني الأرضية اللي تستقبل العشب الطبيعي. إذن إذا كان العشب طبيعي حقيقة فالأرضية ليست طبيعية 100%، هذا هو النوع الاير فايبر، ما يسمى بالاير فايبر. لكن الآن يعني الاتجاه العام بالنسبة للملاعب في العالم راح باتجاه العشب الهجين، هذا اللي راح فيه عنابة واللي يعني ثبتت يعني الصلابة دياله يعني في عند هطول الأمطار، وهذا شيء إيجابي. ولاحظوا هنا في الصور هذه، لاحظوا أن الأرضية على الميدان في عنابة لم تتحرك والو، يعني جيدة جدا. إذن هذا هو، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.